مساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون سوريا، لقاء جديد بجمعنا حرفقكم فيه انا ويارا. مساء الخير لك. مساء الخير، الخير لك وايضا لمشاهدينا، بتمنى تكونوا بافضل حال. هلا صار وقت نستعرض ابرز مواضيع حلقتنا لليوم. انهيار متواصل لليرة السورية، كيف ينعكس على احوال السوريين؟ ومخيم الركبان يئن تحت وطأة سوء الاوضاع. والحركة الثقافية في الشمال السوري إصرار على الحياة. رح نبدا مع اولى فقراتنا مع كيف الحال حتى نعرف اكثر عن احوال السوريين في الداخل وايضا في الخارج. والبدايه من محافظه السويداء، حيث يشتكي اهالي هذه المحافظه من الوضع المتردي ومستوى الخدمات السيء الذي تقدمه المستشفيات الاربعه الموجوده في تلك المحافظه، بالاضافه الى نقص وتسيب الكادر الطبي واستغلاله للاهالي في تقديم خدمات مدفوعه ولكن بطرق غير قانونيه للاسف. وقالت مصادر مطلعه ان هناك كثيرا من شبهات الفساد تدور حول إدارة المستشفى وعدد من الأطباء ولجان الشراء، ما أدى إلى فتح تحقيق من قبل الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، إلا أنها لم تظهر نتائجه حتى اليوم. إلى موضوعنا الآخر، وثق فريق منسقو استجابة سوريا نزوح أكثر من 2100 عائلة من مناطق ريف إدلب الجنوبي خلال 24 ساعة الماضية فقط. وأعلن الفريق في بيان لهم استمرار حركة النزوح بشكل كثيف من المنطقة وتحديدا من معرة النعمان. وقررت مدارس مدن وبلدات الريف الجنوبي لمحافظة إدلب بالتنسيق مع مديرية تربية إدلب تعليق الدوام حفاظا على سلامة الطلاب وكوادر التدريس مع تجدد الغارات الجوية الروسية على تلك المناطق. للحديث أكثر عن هذا الموضوع رح ينضم لنا مراسلنا من إدلب مصطفى خلف. مساء الخير لك مصطفى، والحمد لله على سلامتك. شو التطورات الآن على الأرض لو تحطها في ظرف الوضع الراهن الآن؟ نعم يارا مساء الخير. في الحقيقة يعني في كل يوم عم تزيد المأساة، عم تزيد المعاناة هون بالشمال السوري. المقاتلات اليوم استهدفت أو تعمدت استهداف الأسواق الشعبية، سوق الهال بمدينة سراقب، بالإضافة أيضا لسوق الهال في مدينة معرة النعمان، والتوقيت بين الغارتين كان يعني أقل من ساعة. أدى هذا الاستهداف من قبل المقاتلات الحربية لمقتل أكثر من 14 مدنيا حتى الآن. حتى الآن الإحصائيات ما تزال أولية طبعا، عدا عن الاستهداف الأسواق العامة، الشوارع الرئيسية، استهداف داخل المدن والبلدات، استهداف مراكز المدن والبلدات الرئيسية بريف إدلب الجنوب، بالإضافة أيضا على التصعيد على البلدات والقرى. هذا الشيء بصراحة عم يؤدي لحركة نزوح إلى المجهول. يعني كل يوم عم تزداد وتيرة القصف، عم تتوسع دائرة الاستهدافات، عم توسع خريطة القصف من قبل المقاتلات الحربية الروسية. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله مصطفى. طيب إذا بدنا نحكي شوي عن حركة النزوح من ريف إدلب الجنوبي، لوين عم بيكون هذا النزوح؟ هل هي مستمرة بهذا الوقت؟ نعم يا رب، الحقيقة كل يوم المقاتلات الحربية الروسية تتعمد استهداف منطقة أو 4-5 قرى جديدة حتى تكون في دائما رحلة نزوح جديدة أو موجة نزوح جديدة. البداية كانت من كفرنبل، من قلب ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى معارة حرمة وحزارين، بعد استهداف للبارة، بالإضافة أيضا لاستهداف كفر روما، تلاها أيضا استهداف اليوم سراقب ومعارة حرمة، كامل قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي. تحدث عن أكثر من 40 قرية يعني تعد شبه خالية من الأهالي. الأهالي يتجهون إلى الأراضي الزراعية الواقعة على الحدود السورية التركية طبعا، من موت إلى آخر للأسف. صحيح، عدم وجود منظمات إنسانية، عدم وجود مخيمات مجهزة أو منشأة مجهزة لاستقبال هؤلاء النازحين اللي عم يطلعوا تحت وطأة الصواريخ، تحت وطأة النار، عم يطلعوا من قراهم وبلداتهم إلى العراء. لا سيما أنه يعني نحن ببداية فصل الشتاء درجات الحرارة عم تنخفض، وغياب وسائل التدفئة، غياب الـ صحيح، يعني مثل ما تعودوا أو تعودنا أنه لا يوجد أي تجهيزات دائما لهيك نوع من يعني خلينا نقول تجهيزات إسعافية على الأقل لهيك نوع من النزوح. للأسف مصطفى مساء الخير لك. يعني بالنسبة لملف التعليم، يعني ولو كان
الموضوع يعني إغاثي وإنساني أكثر. اليوم العالم عم تعيش مثل ما قلت في العراء. بالنسبة للطلاب، ما هو المصير الذي ينتظر طلاب المدارس اللي اضطروا أنه يوقفوا الدوام؟ نعم نور، مساء الخير إليك كمان. صباحا اليوم أعلن مجلس أو المجلس التعليم أو المجمع التربوي بمعرة النعمان، بالإضافة أيضا المجمع التربوي بسراقب، عن تعليق الدوام في المدارس بشكل كامل. المدارس هاي المدن والمجمعات التربوية التابعة لها، يعني ريف إدلب الشرقي برمته، بالإضافة لريف إدلب الجنوبي اللي فيه أيضا عدد كبير من المدارس موقفة بتعليمه. وبالتالي هدول الأطفال في الحقيقة رح يعني يجلسوا في منازلهم بدون تعليم، أو اللي رح ينزحوا للمخيمات. أيضا ظروف التعليم في الحقيقة ظروف صعبة جدا، عم تعتمد بالدرجة الأولى على يعني جهود شخصية، مبادرات فردية خلينا نسميها، أو بعض المنظمات لجأت لمشاريع تعويضية خلينا نسميها التعليم التعويضي، أو أيضا نوع من محو الأمية التعليمية. تماما، نوع من الباصات التعليمية اللي عم تستهدف المخيمات البعيدة عن مراكز المدن والبلدات. ولكن مستوى التعليم في الحقيقة مع تدني مستمر مع استمرار التصعيد، وبالتالي الأهالي لا يلامون بسبب خوفهم من استهداف المقاتلات للمدارس بشكل مباشر، وهذا صار خلال السنوات السابقة وصار أيضا في يعني في للأسف أنه النظام عم يتعمد قصف المدارس. يعني بدي أسألك مصطفى أيضا، صحيا وطبيا اليوم كيف الوضع الطبي في المنطقة في ظل سقوط ضحايا وجرحى جراء القصف الذي يقوم به الطيران الروسي والأسدي؟ نعم نور، يعني الإجابة على هذا السؤال خليني خبرك أنه ريف إدلب الجنوبي اليوم بلا أي منشأة تعليمية، بلا أي منشأة صحية، بلا أي مركز صحي، بلا أي نقطة طبية حتى. يعني خلال الحملة الأخيرة تم استهداف أكثر من 40 نقطة ومشفى ومركز طبي في ريف إدلب الجنوبي، وبالتالي المنطقة برمتها خالية من أي مركز طبي. هذا يعني أنه الفرق الإسعافية، المنظمات اللي عم تقوم بعمليات الإسعاف، الدفاع المدني، العناصر رح يتجشموا عناء نقل المسعفين والمرضى أو نقل المصابين والمرضى لمناطق بعيدة نوعا ما، لا سيما مدينة إدلب أو المشافي الواقعة بريف إدلب الشمالي، وبالتالي كارثة حقيقية. يعني مع إيقاف آخر مستشفيات والنقاط الطبية، هذا عم يسبب إرباك للجميع، سواء كان طواقم إسعاف، وعم يسبب حالات وفاة أيضا بعد الإصابات الحرجة. يعني تخيل أنه في بعض المصابين عم ياخذ وقت ساعه او ساعه ونص لحتى اسعافهم، ما بين انه تغادر المقاتلات الحربيه الاجواء وتتوجه الفرق الدفاع المدني للمنطقه وعمليات الاسعاف والانتشال، وبعدهم بدهم وقت لحتى يوصلوا للمشافي باعتبار انه المشافي بريف الجنوبي. ولكن بشكل عام حتى بالمخيمات يعني الحاله الصحيه يرثى لها في الحقيقه، مع او اصلا انقطاع ايضا الدعم عن بعض المشافي والنقاط الطبيه عم بياثر سلبا على الحاله بشكل عام. نعم نشكرك، كنت معنا مصطفى الخلف مراسل تلفزيون سوريا في إدلب، شكرا جزيلا لك. ضمن مبادرات مواجهة انقطاع الدعم عن التعليم في منطقة ريف إدلب، قدم أهالي مقرية معر شورين بجمع التبرعات لاستئناف العملية التعليمية في المنطقة عبر تأمين رواتب المعلمين والكوادر الإدارية. المزيد في سياق هذا التقرير. ليست حبرا على ورق، هي مبادرة أهلية للعمل على استمرار التعليم في قرية معرشورين بريف إدلب. تم الاتفاق عليها لتعويض انقطاع الدعم والرواتب عن العملية التعليمية. اجتمعت الآراء على جمع تبرعات من الأهالي الراغبين والمهتمين باستمرار عمل المدارس في القرية، خاصة بعد انقطاع رواتب المدرسين عن مدارس الشمال السوري منذ شهور. أبرز التحديات والعقبات التي واجهت العملية التعليمية هو انقطاع الدعم عن المعلمين من الجهات المانحة، على الرغم من أن المعلم آخر مرتب قبضه عن شهر نيسان 2019، أي بعد انقطاع المرتب لأكثر من 4 أشهر. الخطة تتلخص في دفع المقتدرين من أهالي القرية مبالغ مالية لسد جزء من رواتب المعلمين والكوادر الإدارية، ثم البحث عن حلول جذرية لتكمل ما وصلت إليه هذه الحلول المبدئية كما يصفها المجتمعون من الكوادر والوجهاء وبعض المتبرعين المحليين هنا. فتأمين رواتب المعلمين المنقطعة هو الخطوة الأولى فقط.
قمنا بمبادرة فدعونا وجهاء هذه القرية بالإضافة إلى المهتمين بالشأن التعليمي بالإضافة إلى المدراء، وكان الاتفاق في هذا الاجتماع على لم التبرعات من الخيرين في هذه القرية. ونحن الآن ما زلنا بصدد توزيع الأسماء أو توزيع المهمات على أهالي هذه القرية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا الأمر بخير. عادت الروح للمدرسة إذن رغم كل التحديات والظروف الأمنية المحيطة بالمكان، والتي تبدأ بقصف ونزوح ولا تنتهي بتضييق الدعم المادي على العلم والتعليم، والذي وجد الأهالي له اليوم حلاً مؤقتاً يتمنون أن يتحول إلى حل دائم ومستقر. سلط الضوء في وقت سابق من هذا العام على قيام سلطات الاحتلال بتركيب مراوح هوائية لتوليد الطاقة في أراضي الجولان المحتل. الأهالي حاولوا التصدي لهذا المشروع المضر للبيئة والهادف إلى السطو على أراضيهم. نتابع معا. ما يزال مشروع المراوح في الجولان المحتل يتصدر واجهة القضايا العامة لهذا العام. الاحتلال الإسرائيلي قرر التوغل في أراضي الجولان عن طريق زرع توربينات الهواء لإنتاج الكهرباء النظيفة، متغاضياً عن حجم الأضرار التي تسببها تلك التوربينات على صحة السكان والبيئة. الجولانيون بدورهم تصدوا لهذا المشروع، فقام مجموعة من الناشطين ورؤساء جمعيات المياه بالاعتراض على هذا المشروع، وتمكنوا من الوصول إلى قرار جماعي برفض إقامة تلك المراوح على أراضيهم، بالرغم من الترهيب والتهديد بالغرامات المالية من الشركة المؤسسة للمشروع. وتمكنوا من إيصال اعتراضهم على المشروع إلى ما تسمى لجنة التخطيط الوطنية الإسرائيلية، التي رفضت اعتراض الأهالي بحجة أن أسبابهم غير منطقية وغير حقيقية. ينتظر أهالي الجولان الحصول على قرار رفض استكمال هذا المشروع، متمسكين بأرضهم وحقهم كما اعتادوا أن يقفوا في وجه المحتل. لتسليط الضوء على هذا الموضوع معنا عبر السكايب نبيه الحلبي، وهو ناشط ومهتم بمجال الطاقة الخضراء. مساء الخير لك أستاذ نبيه. مساء الخير لكم. أهلا بك. أهلا بك. لو نعرف إلى أين وصل مشروع المراوح اليوم في الجولان؟ حاليا مشروع المراوح يتم تداول به داخل الحكومة الإسرائيلية. هي الجهة الأخيرة المطلوب منها إعطاء تصريح باعتباره أو كما اعتبروه مشروع قومي إسرائيلي ينتج ما معدله 150 ميجا وات كهرباء. فالحكومة الإسرائيلية اليوم تقوم بالتداول وبحث إمكانية إعطاء تصريح للمشروع. نعم. طيب أستاذ نبيه، لماذا أخفقت اليوم اللجنة الشعبية للتصدي مثل هذا المشروع؟ نحن لم نخفق، اللجنة الشعبية لم تخفق. نحن ذهبنا إلى اللجنة الإسرائيلية لتقديم اعتراضاتنا. قدمنا اعتراضات في جميع المجالات، في المجال البيئي والمجال الصحي والمجال الزراعي، في كافة القضايا طرحناها أمام هذه اللجنة. للأسف اللجنة اعتبرت ما قدمناه غير منطقي وغير كافي. هذا ما بالرغم مثلاً، يعني هو ليس الإخفاق بمعنى ذاته، لكن أنه قدمت اعتراض وممكن أنه هي ما توافق اللجنة. نعم، هناك في هنا في دولة إسرائيل السياسة والمال يجتمعان في كثير من الأمور، ونرى مؤخرا ما يحصل لرئيس الوزراء نفسه نتنياهو. ما نقوم به من محاولة لإيقاف المشروع يجابهنا في الطرف الآخر شركة إسرائيلية مسجلة في البورصة تابعة لعائلة يهودية تملك المليارات، فنحن نواجه حوتا ماليا وسياسيا كبيرا. يعني سيد نبيه، يعني نعم. الموضوع اكيد ما انه بهالسهوله، ولكن في حل الاستمرار على موقفكم وايضا مواقف اهالي الجولان، يعني كيف عم بيتم الاخذ بهذا الموضوع من قبلهم؟ كيف عم تكون ردات فعلهم خصوصا اصحاب الاراضي المتوقع انه تكون المراوح فيها، يعني في حال تكاتفت هاي الجهود انتم والمزارعين؟
كافة المزارعين بما فيهم وبنسبة 90%، لا أريد أن أقول 100%، 90% من الموقعين على هذه العقود مع المستثمر تراجعوا وأبدوا ندمهم، وتبين لهم لاحقا أن ما عرضه المستثمر فقط 10% من المعلومات التي يجب أن يعطيها لهم، فأخذوا الموضوع بشكل فقط اقتصادي ومالي. بعد قبل 4-5 سنوات بعدما اكتشف المزارعون حجم الضرر البيئي والصحي على الزراعة، الكل الآن جبهة واحدة ضد هذا المشروع، والعمل في ملعب دولة الاحتلال يكلفنا الكثير ولا نتوقع منه الكثير، بمعنى أنهم يتعاملون معنا كمواطنون من الدرجة الثانية، يحق لهم كما يفعلون دائما فعلوا دائما مع الوطن العربي بكامله ليس فقط عندنا، يتعاملون معنا بفوقية، يحاولون الآن استغلال مواردنا في الجولان بكافة الأصعد. نحاول نحن بمجهودنا الفردي والذاتي المتواضع ولكن بإصرار وعزيمة كبيرة على مواجهتهم. نحن لا نلعب في ملعبهم وفق قوانينهم. إن شاء الله تقدروا فعلا تعملوا الشيء اللي أنتم أكيد عم تسعوا له، بس يعني شو بتتوقع مستقبل هذا الموضوع؟ لوين ممكن توصل الأمور؟ يعني من وجهة نظرك؟ حاليا نحاول المحاولات الأخيرة لثني الحكومة عن إقرار هذا المشروع بالطرق القانونية والسلمية والإقناع واستعمال كل الوسائل بما فيها الصحافة الإسرائيلية نفسها، لكن إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ قرار بإقامة هذا المشروع غصبا عن الناس، يعني الناس قررت في الأسبوع الماضي النزول إلى الشارع، النزول إلى الأراضي ومواجهة المشروع والتصعيد. نعم بكافة السبل. احتجاج سيكون سلمي أكيد يعني، لكن يعني الأمور مفتوحة يعني على كافة كافة الاحتمالات في لحظة دخولهم إلى أراضينا، بمعنى عندما يضع القدم الأولى في أراضينا ستنقلب الأمور وسيحدد قوانين اللعبة المزارع نفسه. يعني في حال الاحتلال أصر على هذا الموضوع، للأسف يعني يمكن أوقات مثل ما ذكرت المال والاقتصاد وحتى السياسة ممكن تكون هي الأقوى بهيك مناطق. يعني نتمنى أكيد السلامة لأهلينا بالجولان وللمزارعين وما يصير غير الشيء اللي هن أكيد بيحلموا فيه ولأراضيهم على الأقل. الأستاذ نبيه الحلبي ناشط ومهتم بمجال الطاقة الخضراء، شكرا جزيلا لك على المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا لكم، شكرا جزيلا. إلى موضوعنا الآخر، نشرت مديرية الهجرة العامة التركية على صفحتها الرسمية بياناً بخصوص موضوع تجديد الإقامة السياحية للأجانب في تركيا وشروط الواجب توفرها ابتداءً من مطلع عام 2020. بالفعل هذا الموضوع يعني أثار جدل كثير عند المسؤولين وتخوف أيضاً، حيث أصدرت إدارة الهجرة على موقعها الرسمي بياناً جاء فيه أن الأجانب الذين نظم لهم تصريح الإقامة السياحية لمدة سنة واحدة لن يتمكنوا من الحصول على تصريح الإقامة تمديدها في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء في تركيا اعتبارا من بداية العام القادم، مع استثناء بعض الجنسيات العربية ومن بينها السورية، وفقا لتصريحات أدلى بها مدير العام لدائرة الهجرة والجوازات. مع استمرار الحصار على مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية تتفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا وخصوصا مع قدوم فصل الشتاء. صحيح نور، فبالإضافة إلى ما يعانيه من نقص المواد الغذائية الأساسية بدأت تتوضح مشكلة نقص حاد في الوقود المستخدم للتدفئة وارتفاعا في أسعاره. المزيد في التقرير التالي. ما يتوفر لهم من قطرات الدفء ربما لن تتوفر لهم بعد حين. هنا الركبان، المخيم المنسي في البادية، يدخل الشتاء خيامه وسط حصار خانق وانعدام لمقومات الحياة. موجودين بمخيم الركبان، يعني يفضل أنه يسمى مخيم النسيان. يعني الحالة اللي وصلها اللاجئين بين المخيم حالي، يعني والله يمكن الحجر حنلنا والبشري والإنساني جمعاء تجاهلتنا ونسيتنا. يعني دخلنا في فصل الشتاء ودرجات الحرارة دائما في انخفاض والبرد شديد، وقود للمدافع ما في. المخيم الواقع على الحدود السورية الأردنية يعيش حصارا من منتصف العام الفائت ويعاني من تجويع ممنهج بخبرة روسية.
يقطنه آلاف النازحين ممن لم تجدهم نداءات الاستغاثة نفعا. فالنقص الحاد في المواد الغذائية بات واقعا يعيشه قاطنوه، ومع هبوب أولى رياح البرد وندرة الوقود وارتفاع أسعارها، كل ذلك يحتم وقوع كارثة تطرق أبوابه. قاعد يعني بشكل عام وضع العام كله يعني بحصار كثير، مواد عم تغلى كل مرة سيء لأسوأ، الوضع سيء يعني المازوت وقف أوقات بألف ألف ومئتين، البنزين وصل أوقات الألفين ألفين وشوي، الغاز أوقات وصل كيلو الغاز بأربعة آلاف، جرد الغاز عم توصل 30,000 35,000، يعني الوضع سيء كثير بسبب حصار النظام. وقد لجأ الأهالي إلى استخدام مواد بديلة عن الوقود، ما سبب زيادة حالات المرض نتيجة الغازات المنبعثة من عملية الاحتراق. أهالي يلجؤون إلى استخدام المواد البلاستيكية وإطارات السيارات أو ثياب المهترية للتدفئة. طبعا كل هذا الأمر هو الذي يزيد من حالات الإصابة بالالتهابات والأمراض الموسمية بمخيم الرقبة لدى الأطفال والكبار والنساء، يعني أكثر المصابين هم من النساء والأطفال لأنهم ملازمين البيوت بفصل الشتاء. ليس للأهالي خيارات كثيرة، فرغم تخوفهم من المعتقلات والتجنيد الإجباري اضطر بعضهم للتوجه إلى مناطق سيطرة النظام. أما من آثر البقاء واختار المكوث هنا فسيكون تحت رحمة الجوع والبرد رغم مرارة الاختيار. منذ أن كان رضيعاً توفي والد الطفل أحمد ونزح مع عائلته من ريف حماة بفعل عمليات القصف والمجازر التي ارتكبتها قوات النظام في السنوات الأولى للثورة. وصل به الحال بعد رحلات طويلة ومتكررة من النزوح إلى مخيم في منطقة راجو في شمال عفرين، يقضي فيه أوقاته بين المدرسة والخيمة ولكن بظروف إنسانية صعبة. مع ساعات الصباح الأولى يستيقظ أحمد ذو العشرة أعوام في مخيم على طرف الطريق الواصل إلى مدينة راجو شمال عفرين. يبدأ يومه بقضاء حاجاته الشخصية وغسل وجهه بمياه باردة في حمامات جماعية عامة وضعت للمخيم. يتجهز بعدها للذهاب إلى المدرسة مع مجازية التعبير، فالمدرسة في المخيم هي قطعة قماش ومعلم صف واحد. والله بتفيق من قدامي، نغسل نتوضى الصبح نصلي إيه، نطلع نروح على المدرسة نفطر ونروح على المدرسة، تيجي تعلمنا الأنسة طبق أحرف نقرأ أحرف، أنا هي تكتب لنا مقطعات نحن نركب نغريهم. بعد عودته من المدرسة لا يذهب أحمد إلى بيت دافئ وجدران تقيه الهواء البارد في المنطقة الجبلية التي يقع فيها المخيم. يقطع الحطب ليدفئ جسمه الغض ويقضي بعضا من الوقت على جانب الخيمة مستغلا أشعة الشمس الدافئة في قراءة ما تعلمه في المدرسة. أتمنى أني أصير طالب علم، أصير أستاذ، أصير دكتور، أتمنى أني أروح أسافر، أحلم أني بيت، أن عندي بيت كبير أنا وأمي وأخواتي. لأحمد أب لم يعرف، توفي والده وهو رضيع ولم يعش في بلدته الواقعة شمال حماة سوى بضعة سنوات كانت مليئة بأصوات القصف ومشاهد الدمار، ما اضطره مع عائلته إلى النزوح عنها باتجاه مناطق أكثر أمنا. الطفولة في المخيم هي أحلام مرسومة على تراب، لا يعلم صاحب الحلم من سيأخذ حلمه، رياح عاتية أم أمطار غزيرة جارفة. إن شاء الله يا أحمد بصير بدك يا أستاذ والدكتور مفر، المهم الشيء هو اللي بيحبه. ما هي مشاهدينا فاصل ورجعين.